كما أكد وزير المالية أحمد كوشك أن مبادرة التسهيلات الضريبية تهدف لتخفيف الأعباء عن الممولين وجذب ممولين جدد. وأوضح كوشك أنه تم استحداث منظومة متكاملة للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه. نتكلم النهارده على مجموعة هتخفف الأعباء على الممولين، ولكن كمان مهم قوي إن احنا نجذب ممولين جداد، ندخل معانا جزء من الاقتصاد غير رسمي، ندخل معانا جزء من الممولين اللي عندهم رغبة حقيقية إن هم يشتركوا في القطاع الرسمي ويستفيدوا ويكبروا وينموا. بنتكلم على إزاي نقدر نوفر سيولة ومساندة سريعة للممولين تقدر تساعدهم على النمو وعلى إن هم يكبروا وإن هم يحققوا يعني أكبر قدر من زيادة الإنتاج والإنتاجية. بنتكلم على إزاي نبسط الإجراءات ونوحدها، ما يبقاش كل حد ممكن بيتعامل بأكتر من معاملة. وبنتكلم على حاجات عموما ضرورية لإنهاء ملفات قديمة ونزاعات ممتدة لسنوات طويلة جدا بتجرنا لورا، والنهاردة عايزين نطلع لقدام، عندنا منظومة ميكنة عايزين نتحرك بيها لقدام، في حاجات كتير قوي شدانا لورا إن شاء الله هننهيها بشكل كامل وبشكل طوعي. ده حاجات هتبقى طوعية الممول والمستثمر يقدر يستفيد منها ويتحرك من خلالها. لو بدأت بالإجراء الأول وهو إجراء مهم جدا، هو إحنا ما كانش عندنا في مصر منظومة ضريبية للمنشآت الصغيرة ولا لريادة الأعمال ولا لكل من هو يعمل في مصر تحت 15 مليون جنيه. ما كانش موجود هذا الأمر، كان موجود عندنا بعض الحوافز الضريبية في قانون المنشآت الصغيرة اللي كان بيشرف عليه الجهاز المشروعات الصغيرة، ما كانش عندنا في قانوننا في الضرائب منظومة متكاملة. النهارده بقى عندنا منظومة كانت متكاملة جاهزين بيها، إن شاء الله هنتقدم لمجلس النواب بيها وهي جاهزة بكل الصياغات وتم مراجعتها، يعني يتوقف عليها رتوش صغيرة جدا لمراجعة في مجلس الوزراء اللي يمكن الأسبوع القادم، ثم نبعتها بإذن الله لمجلس النواب إن شاء الله للمناقشة والاعتماد. النهارده عندنا منظومة متكاملة بتخاطب كل انواع الضرائب،